إذن للحديث بالتفصيل على تحركات الأسواق العالمية تنضم إلينا من دبي نادية البلاسي محللة الأسواق في إكويتي جروب. أهلا بك نادية معنا على شاشة CNBC عربية. يعني الخبر الأبرز وما تترقبه الأسواق هو قرار بنك إنجلترا، يعني برأيك تسعير الأسواق لرفع معدلات الفائدة سيكون تقريبا بواقع 25 نقطة أساس، ولكن ماذا بعد عملية الرفع التي قد نشهدها في هذا الاجتماع؟ نعم ساري، بالفعل كان يعني الماركت متوقع رفع أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس، ولكن بعد بيانات التضخم الذي يعني تم فيها تثبيت عند 8.7%، وكان من المقرر أن ينخفض السعر إلى 8.4 ولكن كان عند 8.7، ممكن أن نتوقع أيضا يعني رفع أكثر من 25 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس، فالآن الماركت تسعر هذا الشيء، وأيضا بسبب يعني البيانات الاقتصادية التي شاهدناها التي مصرة أن يكون في محاربة للتضخم، في إصرار في أسعار التضخم الكبيرة، أيضا من الأنرجي والأزمة أزمة الطاقة التي شاهدناها يعني من قبل. نعم، يعني التحركات الإيجابية أيضا التي نشهدها على الاسترليني اللي عم بلامس أعلى مستوياته في قرابة عام، برأيك إلى أي مدى سيواصل هذا المسار من بعد أيضا قرار البنك إنجلترا في عملية رفع الفائدة، وما هي المستويات التي قد يصلها ويلامسها خلال الفترات المقبلة؟ يعني قد يلامس الاسترليني مستويات ال 1029 مجددا او ال 1030 ايضا، مدعوما ايضا ب يعني مستويات الدولار الضعيفه حاليا التي يعني في يتداول الدولار في نطاق ضيق من بين ال 102 او ال 103، وذلك ايضا من يعني بعد تصريحات باول، فيعني نشهد ان ممكن يكون في لسه ارتفاعات للاسترليني وتخطي هذا المرحلة عند مستويات 1820 سوري 1.28. نعم نعم نادية، يعني الأبرز أيضا كان لدينا هو خطاب جيروم باول أمام مجلس أمام الكونغرس خلال جلسة يوم أمس، ولاحظنا كيف كانت ردة فعل الأسواق وتأكيده أيضا بناء على عملية استمرار عمليات رفع لمحاربة التضخم، لكن إلى أي مدى يمكن أن نجد هناك تغيير إن حدث أي تعديل مثلا بالبيانات المرتقبة في الفترة المقبلة؟ هل من المتوقع أن يكون هناك أي تعديل بالنسبة لسياسة جيروم باول أيضا خلال العام المقبل؟ ساري، ده كان متوقع أن يتم في تثبيت أسعار الفائدة إلى مثلا سبتمبر أو أكتوبر، ولكن من بعد بيانات يعني الوظائف القوية جدا والتثبيت في هذا الشهر والتضخم الذي ينخفض بشكل حاد، أيضا نرى أن لسه في مجال أن يرفعوا أسعار الفائدة، فيعني في النكست كوارتر ممكن أن نشهد المزيد من رفع أسعار الفائدة مثل ما صرح باول، وشهدنا هذه الانعكاسات على السوق مثل مثلا يعني النفط يرتفع 1.5%، وشهدنا أيضا أن مؤشرات الأسواق تنخفض أمس ومنذ بداية الأسبوع ومنذ أيضا البيانات التي رأيناها الأسبوع الماضي. نعم نادية البلاسي محللة الأسواق في إكويتي جروب، شكرا جزيلا على وجودك معنا. شكرا فعلي.